تفعيل الفكر النقدي من خلال بحوث علمية جادة ورصينة وموضوعية تبتعد عن الأهواء، يكون الهدف منها تحقيق فهما أفضل لأبعاد هذا الفضاء الإلكتروني اللامحدود، وهو الفهم الذي يتأسس على الوعي بطبيعة ثقافتنا العربية والإسلامية التي تميز كما يشهد التاريخ بمرونة استثنائية، فمقدورها دوما استيعاب المستحدثات على اختلاف أنواعها، وخاصة المستحدثات التقنية، وربطها ببيئتها من منظور قيمي وأخلاقي رشيد. معالي الوزير أستاذ دكتور محمد مختار جمعة، كل الشكر كل التقدير للمعالي، كل التوفيق. يعني مؤتمر أعتقد يعني ناجح ومتميز، اختيار موضوعه جاء بفطنة شديدة وذكاء شديد في وقت بالغ الأهمية، لأن فعلا الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي أصبح يعني واقعا فرض نفسه على الجميع. طبعا نتشرف هذا العام يعني كأكاديمية عربية وزملائي الأعزاء من الأكاديمية السادة العمداء والسادة أعضاء التدريس بوجودنا اليوم في هذا المحفل العلمي الهام. الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري هي منظمة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، تخدم أمتنا العربية، تخدم جميع دولنا العربية من 22 دولة عربية، لها داخل مصر 8 أفرع. لكن طبعا حقيقي يعني الأكاديمية منظمة عربية، لكن فعلا مصر هي الحاضنة ومصر هي التي احتضنت الأكاديمية ولم تبخل عنها بشيء، فلذا بفضل ربنا كانت استدامة الأكاديمية واحتفلت العام الماضي برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بمرور 50 عاما على تأسيسها على يوبيلها الذهبي. الأكاديمية أعتقد في العشر سنوات الأخيرة كان لها رؤية واستراتيجية واضحة، وأعتقد بفضل سبحانه وتعالى يعني أعتقد توافقت رؤية الأكاديمية مع يعني حقيقي مع في جلستي مع معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما التقينا. حقيقي يعني أنا في 2012 كان إنشاء وتأسيس كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري لأول مرة في تاريخ الأكاديمية، اللغة والإعلام، وكان هذا الاسم، وكانت العميد المؤسس الأستاذة الدكتورة عزة أحمد هيكل. طبعا لأن الإعلام كان إيمان بضرورة الإعلام وأهميته، وضرورة أن يمتلك الإعلامي اللغة التي تمكنه فعلا من أداء رسالته. الإعلام، رائحة الإعلام في الأكاديمية هي رائحة متطورة جدا، الإعلام الرقمي بكافة أنماطه وكافة أنواعه، وده يعكس برضو فعلا مدى تطور الأكاديمية في هذا المجال. فيعني من هنا إحنا وجودنا فعلا وجود أعتقد كان منطقي جدا في هذا المؤتمر الحيوي والهام. طبعا في إنما من أحدث كليات الأكاديمية في الأونة الأخيرة كلية الذكاء الاصطناعي. كلنا نعلم الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي، لكن كانت الأكاديمية هي الجامعة رقم واحد في مصر وفي المنطقة العربية التي يكون فيها كلية للذكاء الاصطناعي تمنح درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، وتم تخرج أول دفعة هذا العام من هذه الكلية، وتم تخرجهم في مقر جامعة الدول العربية على بعد كيلومترات بسيطة من مكاننا هنا. فالحمد لله رب العالمين، الإعلام والذكاء الاصطناعي اجتمع معا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. الذكاء الاصطناعي طبعا كمفهوم هو مفهوم قديم، يعني جايز من منتصف 1955 بالتحديد، لما جون ماكارثي بدأ الفكرة ان هل ممكن للآلة ان تفكر كما يفكر الانسان. طبعا اكيد كان بيحد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضعف ذاكرة الحاسب ومحدودياتها، وضعف قدرة الحاسب على المعالجة الرقمية، لكن طبعا يعني النهاردة جهاز التليفون المحمول، وطبعا يعني اكيد مش هتكلم عن موضوع الحاسبات والاتصالات والتطور الذي حدث فيها، ومعانا طبعا معالي المهندسة غادة لبيب.
لكن حقيقي يعني الدنيا تطورت جدا، مما جعل فعلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدمت بشكل كبير جدا 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 في الاوائل الاخيره. لكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وشفنا اخر حاجه من نوفمبر الماضي، في فعلا انطلاقه كبيره جدا في مجال الذكاء الاصطناعي من نوفمبر الماضي بالتحديد، نوفمبر 22، بظهور تطبيق تشات جي بي تي بالتحديد، وطبعا ظهور يعني يمكن 5 فيرجنز منه في الثمان اشهر الماضيه، فعلا خلى الموضوع فيه يعني بقى فيه قلق، والناس جميعها تنظر بترقب للتطور التطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولنا فعلا ان ننظر لهذا بترقب، لان فعلا يعني الموضوع مش هناك علم وهناك تقدم وهناك تطور كبير بالفعل، واصبح هناك قد يمثل خطوره. لذا يعني حقيقي بشكر رؤيه معالي الاستاذ دكتور محمد مختار جمعه عزيزي وقاف على اختياره لهذا الموضوع، لان الموضوع فعلا جد خطير بشكل كبير جدا. تطبيقات بتتطور، التطبيقات الذكاء الصناعي بتعتمد بحد كبير على ما يسمى المحتوى الرقمي. المحتوى الرقمي هو الاخطر وهو الاهم. عشان كده يعني لما بتيجي نسال تطبيقات الذكاء الصناعي عن سؤال محدد، قد يكون لما بنسأل باللغة الإنجليزية بتكون الإجابة أكثر دقة من اللغة العربية بكثير، لأن اللغة أنا شخصيا من شهور بسيطة سألت عن تعريف لجامعة الدول العربية باللغة العربية، فطبعا عندما سألت هذا السؤال باللغة العربية أخطأ في أسماء، هو قال 22 دولة وانشأت في العام صحيح وكل حاجة، بس أخطأ في ذكر أسماء الدول، أخطأ في بعض الدول. لكن لما سئل نفس السؤال What do you know about League of Arab States، جوها صح. فهنا النقطة في المحتوى الرقمي، وطبعا الشركات اللي هي بتشتغل على الذكاء الاصطناعي استغلوا العمالة في بعض دولنا الأفريقية زي كينيا بالتحديد، وكانوا بيخلوا الناس كتير تدخل داتا دي بشكل أو بآخر عشان تجاوب وعشان تبتدي الأنظمة تنمو. والنهاردة بقى هي النظم الجينيراتيف اللي هي بتولد نفسها بنفسها، دي خطوره كبيره جدا. وانا بقول ان جايز كنت انا حضرت مؤتمر في اسبانيا في مدريد العام الماضي مع معالي امين اجنده الدول العربيه، ودي اسبانيا في مدريد بتهتم جدا بالمحتوى الرقمي، وخلت المردود الاقتصادي منه يعني خلت تحت خلقوا منصب لنائب وزير، نائب رئيس وزراء، عشان الثروه اللي ممكن تكون بتيجي من وراء المحتوى الرقمي الاسباني. وطبعا بينظروا الى المحتوى العربي للعلاقه الوثيقه ما بين المحتوى الرقمي العربي والاسباني. لا اريد ان اطيل، لكن فعلا الذكاء الاصطناعي واقع وحقيقه، سيظل لا غناء عن الذكاء الطبيعي. بالتاكيد الذكاء الطبيعي هو من يخلق الذكاء الاصطناعي، لكن لابد ان يعني نفكر جيدا وننظر جيدا لهذا الامر. طبعا اتشرف اليوم في رئاسه هذه الجلسه بوجود كوكبه من الساده يعني المتميزين، يعني حي الواحد يصعب عليه ان هو يعني حي اداره مثل هذه الجلسه، لكن هبذل اقصى جهد، واتمنى ان شاء الله نكون كلنا اون تايم زي ما بنقول عشان خاطر نقدر ننهي اعمال جلستنا في التوقيت المحدد. اتشرف اليوم معي المعالي نائب وزير الاتصالات المهندسة غادة لبيب، يعني حقيقي المهندسة غادة طبعا أكيد يعني هي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بجمهورية مصر العربية، خبرة كبيرة وباع كبير في التطوير المؤسسي. نستسمح يعني حضراتكم نبدأ بالمعالي المهندسة غادة لبيب، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكرا جزيلا أستاذي العزيز دكتور اسماعيل عبد الغفار، بتشرف وجودي في جلسه في وسط هذه الكوكبه وبرئاسه معاليكم. في البدايه انقل تحيات معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت، واعبر عن سعادتي للمشاركه معكم في هذه الجلسه والمؤتمر الدولي 34 للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، الفضاء الالكتروني والوسائل العصريه للخطاب الديني، الذي يقام برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة فضيلة الدكتور معالي الوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. والشكر موصول للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والسادة المشاركين والمنظمين لهذا المؤتمر والسادة الإعلاميين والباحثين وكافة الحضور الكريم.
طيب خلينا يعني نسيب الكلمة الحقيقة اللي دايما بيعدوها المكتب الوزير أو المكتب الفني، وهتكلم بارتجالة تبقى يعني هيوصل للقلب أكتر. هنا حضرت بالأمس الجلسة الافتتاحية وسعدت سعادة بالغة من اللي سمعته، وقعدت أفكر. أنا درست في كلية الحقوق أصول فقه، فقعدت أفكر الكلام ده يعتبر سد ذرائع ولا مصالح مرسلة؟ هل ان احنا نقول لشبابنا ان احنا نبعد عن التقنيات الحديثه وعلى الفضاء الالكتروني ونحميهم، ولا تعتبر مصالح مرسله؟ فده اللي فكرت فيه امبارح، والكلمه طبعا اتكتبت من زملاء ليه ما فيهاش الكلام ده. انجازات وزاره الاتصالات، عملنا ايه في البنيه التحتيه، وده كلام هقوله يعني كلام جيد جدا، لان من غير البنيه التحتيه في الاتصالات ومن غير التشريعات، القوانين اللي بتحمي البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية وتنقية البيانات وتداول البيانات، كل دي طبعا قوانين وتشريعات هامة جدا. وهتكلم على استراتيجية مصر الرقمية وهدفنا ان احنا نصل الى مجتمع رقمي، مجتمع رقمي مش تكلم بس على الموظفين. طبعا الاستراتيجية دي احنا بنعملها مع مؤسسات الدولة المختلفة، وعندنا بروتوكولات وتعاون وثيق مع وزارة الأوقاف. الحقيقة بنشكر معالي الوزير محمد مختار جمعة من الوزراء النشطاء اللي بيفتحوا نفسنا فعلا على الشغل، وفي أي تعاون بيبقى فيه مردود سريع الحقيقة من جميع العاملين بوزارة الأوقاف. أرجع تاني لاستراتيجية مصر الرقمية وإيه اللي إحنا عملناه، وهنرجع تاني اللي أنا أفكر إن إحنا هل نقدر نحمي النشء والشباب ونقول لهم لا ما تدخلوش على الإنترنت؟ طب هنقدر نحميهم بيتفرجوا على إيه أو بيشاهدوا إيه؟ لأن المحتوى الرقمي فعلاً والوسائل ما بقتش زي زمان، عندنا قناتين بس في التلفزيون بأوقات محددة الأسرة كلها بتجتمع، لكن بالعكس هو كل اللي اتولد بعد سنة 2000، أنا بنتي اللي اتولدت 2003 أصغرهم، يعني هي عايشة في الميتافيرس، اللي هي عايشة في فضاء ليها أصدقاء ويعني وجيمز وألعاب ومحتوى صعب السيطرة عليه. وطبعا مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وفي العالم كله، طب ومصر عملت إيه؟ مش نقدر وإزاي نقدر نحميهم من الأفكار المتطرفة والأفكار الشاذة اللي موجودة في العالم كله؟ طيب هاجي اتكلم الاول على احنا ازاي نقدر نصل لمجتمع رقمي تفاعلي وامن في نفس الوقت ومنتج ومستدام. طيب ده معنى ان انا مش بشتغل بس على الموظفين، طبعا احنا ركزنا على الموظفين منتقين العاصمة الادارية من ازاي نقويهم في الرقمنة، كل ما هو له علاقة بالرقمنة، والغير المنتقلين منهم موظفين متخصصين في الشبكات وفي امن المعلومات وفي الأنظمة والتقنيات والذكاء الاصطناعي وفي النشر كمان والإحصاء، كل ده للموظفين المتخصصين. موظفين غير متخصصين في أي إدارة، في أي وحدة إدارة مالية، تخطيط استراتيجي، إزاي يقدر يعرف التقنيات الحديثة كذكاء اصطناعي يفيدوا إيه في شغله؟ مش لازم يبقى متخصص، بس على الأقل في حد أدنى من المعلومات لازم يكون ملم بيها، ده اشتغلنا عليه. وطبعا في المحافظات، في محافظات رقمية بدأنا بورسعيد وبننشر في جميع المحافظات تزامنا مع التأمين الصحي الشامل اللي أطلقه السيد رئيس الجمهورية بالكامل، بتبقى المحافظة رقمية وجميع المواطنين مؤمن عليهم تأمين شامل. كل ده احنا بنعمل. طبعا جاءت مبادرة حياة كريمة، والحقيقة معالي الوزير من أول الداعمين لينا في مبادرة حياة كريمة عشان نوصل لجميع فئات المجتمع، فاشتغلنا على الأئمة والوعاظ والوعظات فحياة كريمة، وبدأوا يتكلموا على أهمية الرقمنة وإزاي تحيا حياة كريمة عن طريق الرقمنة أحسن من المتخصصين مننا كوزارة الصلاة. يقولوا حياة كريمة القرآن الكريم، طب إزاي الله عز وجل يحث الإنسان أنه يحيا حياة كريمة؟ ومعانا فعلا فيديوهات إزاي الخطيب الجمعة بيجتمع بالأسر، الأسرة جميعا بيقعد يتكلم معاها إن في منصة خدمات مصر الرقمية، المنصة دي تدخل عليها تحصل على خدماتك، إزاي تضيف مولود على بطاقة التموين. إحنا اشتغلنا معاهم كزي تي أو تي، وبدأوا يساعدونا عشان نصل ل 60 مليون لمبادرة السيد الرئيس في أول 3 سنين. مواطن يقدر في المبادرات الرقميه ونشر الثقافه الرقميه، استعنا بالواعظين والواعظات يساعدونا، لان طبعا انا عندي القدره محدوده. فالحقيقه القنوات دي هامه جدا علشان اصل
لجميع فئات المجتمع، مش بس الموظفين لكن كل المواطنين، النشء، الشباب، ربة المنزل. فأنا بصل عن طريق، وهي تثق في كلام الواعظة اللي عندها في القرية أكتر من مهندسة جايلها من القاهرة، ولا مش شبهها، مش شكل بعض، فهي بتثق فيها. فالحقيقة بيساعدونا كتير جدا في نشر الثقافة الرقمية. والمادة 25 من الدستور المصري تنص على إن ده حق دستوري، الحصول على إن يكون محو الأمية الرقمية بجانب محو الأمية الهجائية. مع التطور اللي بيحصل ده، محو الأمية الرقمية أسهل محو الأمية الهجائية. بنرى سيدة بسيطة مثلا في قرية، وده بأمثلة احنا بننزل كتير، إنها بتعرف تتعامل مع الهاتف الذكي وهي تجهل القراءة والكتابة. فدي فرصة لينا إن احنا إزاي المحتوى الرقمي ده كمان يبقى صوتي، إزاي يبقى مرئي. فده كل ده احنا بنشتغل عليه. طيب، فهتكلم بقى على بعض الأرقام. يعني احنا اشتغلنا في آخر 5 سنوات، بس هتكلم على تدريب. عندنا في قاعدة البيانات 1,250,000 دول موظفين ومواطنين، ده بس عندي في قاعدة البيانات من بمختلف، لأنها حق دستوري، فالجميع كل فيما يخصه. في أنا بتكلم الأسرة بالكامل، وفي أنا بعمل سيجمنتيشن أو كل شريحة بديها التدريبات اللي تخصها. عندي فطبعا ده ليه مردود اقتصادي كبير، هنتكلم على المردود. طب لو أنا بتكلم على البنية التحتية، إحنا بنوصل FTTH اللي هي شبكة ألياف ضوئية لكل بيت في القرية، وده مبادرة من السيد الرئيس. فده أهميته إيه؟ حق في المعرفة، حق في التعلم، حق في التمكين الاقتصادي أيضا. ما إحنا قلنا إن المجتمع الرقمي التفاعلي الآمن لازم يبقى منتج، لأن كل اللي حصل في البنية التحتية من إن أنا طورت في الصرف الصحي، في المية، في الكهرباء، في الغاز، إن أنا وصل كمان مرافق قادة سياسية تبقى واعية، ليها قدر كبير من الوعي إنها توصل إن يكون إن أنا اتصالات إنترنت سريع داخل كل بيت في الأسرة، ده حق أساسي زيه زي المياه والكهرباء. فده معناه إيه؟ طب إزاي نستفيد إحنا بقى من في محفل ويعني وتجمع زي ده، من إن يكون عند كل الناس البسيطة اللي في القرية دي إنترنت سريع؟ إزاي يبقى حق في المعرفة دي؟ ففي شغل كتير قوي مطلوب منا ان احنا نعمله. ازاي بقى نوصله ان هو في مكانه، ما كل اللي بيتم من تطوير عشان المواطن ما يسيبش قريته بحثا عن فرصة عمل لائقة او الحد الادنى من الخدمات يلاقيها عنده في قريته. ازاي بقى ان احنا المواطن ده يفضل في مكانه، وازاي نمكنه اقتصاديا عن طريق التجارة الالكترونية وغيره، وازاي يبقى منتج كمان للمحتوى اللي احنا بنتكلم عليه، اللي معالي الدكتور اتكلم عليه. فعندنا شغل كتير جدا الحقيقه نشتغل عليه. طبعا الذكاء الاصطناعي، وما ادراك الذكاء الاصطناعي، كل اللي احنا شايفينه ده احنا ما زلنا في عصر الذكاء الصناعي اللي هو نقول عليه الضعيف، الويك اي اي، لسه سوبر اي اي ما شفناش هيودينا فين، بس شغالين على ميثاق. احنا مش متاخرين، بلاد كتير لسه ما فيش قوانين وتشريعات، شغالين مع الاتحاد الاوروبي على ميثاق الذكاء الاصطناعي. بالفعل طلعت وثيقة ايه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وايضا سياسات الحوسبة السحابية الكلاود. عندنا تكنولوجيات ايضا شغالين عليها زي سلاسل الكتل وانترنت الاشياء، حاجات كتيرة. الذكاء الاصطناعي ما نقلقش منه، هو فرصة زي ممكن ما زي ما قلنا كده في حاجات ممكن تبقى مخاطر، بس زي ما اقدرش ان انا اقول ايه، زي ما قلنا ما اقدرش ان اسد الذرائع، لا لازم اتعامل معاها، بمعنى ان انا كدول لازم الحوكمة، لكن ما اقدرش ان انا امنعه. زي اي اختراع، زي السيارات ما بدات في القرن الماضي، ما اقدرش ان انا اقول انا والله انا هعتمد على الوسيله القديمه للنقل، الجمال والخيول، وما اقدرش ان انا اكلم كده. هي هل الحوادث من السيارات مجتمعه اللي توفوا في او في الحرب العالميه الاولى والثانيه مجتمعين، اللي ماتوا من حوادث السيارات اكتر منهم؟ فده معناه ايه؟ ان السيارات قاتله، صح ولا لا؟ طب هل اختراع زي السيارات القاتله هل ينفع ان انا اقول والله انا مش هتعامل معاه لان السياره بتموت؟ لا، بس الدوله بتعمل ايه؟ بتعمل قوانين للسرعه، المصنعين بيعملوا حاجه اللي هي الاير باج لو في تصادم او في حزام الامان، بقنن الكلام ده، احنا عندنا المخالفات الكلام، بس ما اقدرش ان انا اقول. فده دورنا احنا كحوكمه، لكن ما اقدرش ان انا يبقى اختراع. اي اختراع هيفيد البشريه في ان انا احسن الخدمات اللي بيحصل عليها الانسان،
هيفرض نفسه. احنا دورنا بقى ننزل ازاي ان احنا فعلا ان احنا نشتغل في الاطار الحوكمه ليها، بس ما اقدرش ان انا اسدها او ان انا امنعها. انا يعني بكتفي بهذا القدر، وبشكر حضراتكم وسعيده مره اخرى للتواجد معكم. شكرا جزيلا مهندسه غاده. طبعا اكيد كلنا يعني لامسين الحماسه اللي في كلام مهندسه غاده لبيب نائب وزير الاتصالات ومجال المعلومات. يعني طبعا اكيد كم حاجه كبير جدا من الانجازات بيتم على ارض مصر وفي اتجاه الاتصالات والبنى التحتيه والبنى الرقميه، ومشروعات كثيره منها بنات مصر الرقميه. يعني يمكن من ايام بسيطه الاسبوع الماضي فقط يعني اعلن عن قبول تنظيم مصر لمسابقه شباب مبرمجي العالم في مستوى مرحله المدارس في العام القادم 2024. وكنت يعني شرفت ان اكون مع المهندسه غاده في المجر في ومصر بتستلم العلم تنظيم عصير المسابقه، وابناء مصر والمملكه العربيه السعوديه والعديد من الدول العربيه بيستلموا الميداليات هناك في مجال من اهم المجالات. لان احنا شفنا هناك الشباب الصغير بتاع المدارس اللي هم زمان خريج المسابقه دي كبروا والنهارده بقوا اصحاب فيسبوك واصحاب جوجل، هم دول اللي عملوا. فدول كلهم ان شاء الله منهم مصريين وكل الدول العربيه هنشوفهم ان شاء الله في مصر السنه الجايه مع شباب الامه العربيه، وكذلك في شرم الشيخ تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر القادم. نوفمبر بعد شهرين هنشوف مسابقه مبرمجي شباب العالم لمستوى الجامعات، مصر بتستضيفها برضو. وده يعكس يعني قد ايه القياده السياسيه في مصر اصرارها على موضوع الرقمنه، وهو ماشي مع موضوع اللي اختارته وزاره الاوقاف لعنوان مؤتمرها هذا العام. هو فعلا ده يعني فعلا موضوع في غايه الاهميه. طبعا قلنا ان الاكاديميه كانت الاعلام والاعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. فمن 2012 لما حبينا نعمل كليه لغه الاعلام كانت الاستاذ الدكتور عزه احمد هيكل العميد المؤسس لكليه لغه الاعلام، اتمنى يعني ان شاء الله تدينا يعني رؤيتها في هذا المجال. وهستاذنها طبعا يا دكتوره غاده، انا عارف عندك حاجه كتير قوي ممكن تقوليها، لكن عشان الوقت بس احنا الدكتوره غاده عشان ادت مصر كلها، فاحنا خلينا مركزين في الاعلام وفي والمجال المؤتمر. دكتور عزه اتفضل. مساء الخير او صباح الخير، ويشرفني ويسعدني ان اكون متواجده النهارده في هذا المؤتمر الهام وبرئاسه معالي الوزير وزير الأوقاف. يعني هذا شرف لنا جميعا، وبحضور معالي رئيس الأكاديمية والسادة الأساتذة الأفاضل من جميع أنحاء العالم. أنا هتكلم بسرعة جدا، كان في برزنتيشن أو في عرض سريع، لكن يعني مع العرض هتكلم عن موضوع صورة رجل الدين في الدراما التلفزيونية، وده متصل بموضوعين. الموضوع الأول هو المحتوى، أو يعني المحتوى رقمي أو محتوى المضمون الإعلامي الذي يصدر، أيضا التحليل داتا أو يعني داتا أناليتيك تحليل هذا المضمون. في رسائل أو رسالتين عن صورة الدراما الدينية، لكن الموضوع ده يمكن أول بحث عن صورة رجل الدين في الدراما الاجتماعية. وليه في الدراما؟ لأن الدراما النهاردة في منصات إلكترونية، وهذه المنصات الإلكترونية تشكل الأساس أو جزء كبير من تأثير الدراما والمنصات الإلكترونية على تشكيل الصورة الذهنية لرجل الدين. وطبعا كان في هجمة شرسة على الدين الإسلامي في العديد من الأعمال التي الأعمال في أعمال أدبية أجنبية وفي أعمال تلفزيونية ودرامية صورت صورة رجل الدين بصور سلبية إلى حد كبير. زي ما بنقول إن العالم في القرن ال19 شهد ثلاث تحولات جذرية، منها أولاً سيغموند فرويد الذي يعني هدم صورة الأب والأسرة، ثم كارل ماركس الذي هدم فكرة
الملكية والدم الأزرق ووضع مكانا آخر للعمال. جاء داروين بنظريته عن النشوء والارتقاء وهدم فكرة الدين وحاول أن يهدم الدين. المخيف في المنصات الإلكترونية اليوم إنها بتقدم صور مغلوطة عن عادات وتقاليد المجتمعات العربية، وعلينا أن نتقبلها، وعلينا أن زي الدكتورة غادة بتقول إن إحنا نضع قوانين. حقيقة القوانين مش موجودة حتى هذه اللحظة تحمي النشء الجديد منها. فصورة رجل الدين في الدراما التلفزيونية اللي بنتكلم عنها يعني تختلف عن في الأعمال الدينية. في أعمال دينية زي لا إله إلا الله مثلا كانت للكاتبة أمينة الصاوي، في أعمال عن شخصيات تاريخية أو الخلفاء الراشدين التي يرفض الأزهر الشريف مثلا ظهورها. في بعض البلدان الأخرى مثل إيران قدمت شخصيات للنبي يوسف وقدمت شخصيات لبعض الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب. احنا في مصر عندنا عبد السلام امين قدم مثلا من عمر بن عبد العزيز، قدم هارون الرشيد، اتقدم عمل عن امام الدعاء الشيخ الشعراوي قدمه الدكتور بهاء ابراهيم. في ثلاثية اتعملت عن صقر قريش وحكم الاندلس ودي كان مقدمها الدكتور وليد سيف من سوريا. انا هركز العمل بسرعة على اربع اعمال اهميتها تواكب ما يواجهه المجتمع منها وما زال النيل يجري للكاتب أسامة أنور عكاشة عام 1992، وقدم فيها أجمل شخصية لرجل الدين المستنير وكان اسمها هشام العدوي، قدمها الفنان هشام سليم. كان بيقول فيها أنا مش جاي عشان أخطب الجمعة وأقف إمام فقط، ولكن كان مؤمن إنه له دور تنويري في قضية خطيرة وهي قضية تحديد النسل أو تنظيم الأسرة وزواج القاصرات. فكان الدور أو الشكل اللي تقدم به هشام العدوي هو رجل الدين المستنير الواثق من نفسه القادر على التلاحم والتفاعل مع المجتمع من حوله، معرفة المشاكل دون المساس بالثوابت الاجتماعية والأعراف والتقاليد. وكانت النهاية متميزة لأنه كان بيمثل البطل، هو كان لأول مرة كان رجل الدين يكون البطل في عمل درامي، وكان بطل لدرجة أنه هو في النهاية بيخرج في بعثة هو مستنير عنده إلمام باللغة بالعلم بأصول الدين وأيضا عنده رسالة، الرسالة هي الدعوة الإسلامية وكان عايز يخرج منها. ودي الشخصية الوحيدة تقريبا اللي تم تقديمها في الدراما التلفزيونية بصورة ذهنية مختلفة عن رجل الدين. الصورة الأخرى في الرواية بهاء طاهر خالتي صفية والدير والتي تم تحويلها أيضا إلى عمل درامي، وهنا في شخصيتين مهمين جدا برضو الأول مرة يتم تقديم صورة رجل الدين المسيحي الأب متري والأنبا المقدس بشاي، وكيف إن القوى المقدسة للأعراف والتقاليد تقف في وجه كل ما هو ضد الأعراف والتقاليد وضد فكرة الثأر. وكيف كان في صورتين، صورة الشيخ إبراهيم قدمها حمدي غيث ثم صورة المقدس بشاي، ودي الحقيقة تحسب لهذا العمل لأنه قدم في عام 96 بعد أكبر يعني حوادث للفتنة الطائفية التي ضربت صعيد مصر، وكان فيها صورة إيجابية لرجل الدين المسيحي ورجل الدين الإسلامي ما بين المقدس بشاي والشيخ إبراهيم. الصورة التالتة اللي بتكلم عنها طبعا البحث طويل يعني يمكن هو مش عارف يجري معايا، كان عن مسلسل الجماعة، والجماعة ده كان طبعا كتبه الكاتب وحيد حامد في يعني في جزئين. الجزء الأول كان بيتعرض لشخصية رجل دين مؤثر في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين وهو حسن البنا، ولكن الحقيقة تقديمه له في الجزء الأول اعتمد فيه على المذكرات وعلى الرؤية وعلى بعض المذكرات لحسن البنا نفسه وبعض يعني الأعمال السياسية.
الجديد فيه ان لما قدمه وحيد حامد قدمه كشخصيه دراميه راسبوتينيه مؤثره، يعني تطورت واعتمد على مصادر كثيره، لكن في النهايه كان صوره حسن البنا انه نادم وانه انهى يعني الجزء الاول ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، وكانت نهايته على قد تكون على يد احد اعضاء الجماعه او على يد الحكومه. اخر عمل هو كان عام 2022 للكاتب ابراهيم عيسى، وهنا كان بيتكلم فاتن امل حربي، وقدم برضو شخصيتين، ولكن كانت الشخصيه اللي قدمها شخصيه لرجل الدين السلفي، وتقدمت بالصوره النمطيه التقليديه المتعصبه المتحجره الرافض، وكان الحوار في تجني وكان في نوع من الجمود والرفض، وبيخلق حاله سلبيه ضد صوره رجل الدين. على الجانب الاخر كان هناك الشيخ يحيى، والشيخ يحيى كان بيحاول، لم يكن بنفس الثقه في علوم الدين لدرجه ان هو بيقول هحاول ادرس، ودي يعني انا بعتبرها اشاره سلبيه ان لم تكن سقطه، لان اكيد ما بما انه من خريج الازهر الشريف ودارس وعالم ويعني تبحر في علوم الدين وهو موجود في دار الافتاء، فمن ليس من المنطقي ان يقول انه سوف يبدا في الدراسه وسوف يبدا في البحث حتى يعطي الفتوى الصحيحه. ومع هذا حاول ابراهيم عيسى ان يقدمه بصوره ايجابيه، ولكنها لم تكن بالصوره الايجابيه الكافيه، ولكن كانت صوره ضعيفه مغايره لصوره هاشم العدوي اللي قدمها اسامه انور عكاشه في 1992. الموضوع ان صوره رجل الدين في الدراما التلفزيونيه صوره مهمه، لانها تشكل صوره ذهنيه عن دور رجل الدين، هل هو دور الجمود ولكن ام هو دور التقدم والتنوير، هل هو دوره يقف خلف المنبر فقط وداخل اسوار او داخل مبنى المساجد، ام انه يخرج الى المجتمع ويكون جزءا من حركة التغيير والتنوير. مهم أن نعرف المضمون الرقمي والإعلامي للدراما، ثم نبدأ في تحليل هذا المضمون لنضع صورة أكثر إشراقا وأكثر إيجابية لرجل الدين. وشكرا. شكرا دكتور عزة. يعني طبعا أكيد الأستاذ دكتور عزة أحمد هيكل دايما عندها يعني كثير يعني، فاحنا شكرا على التزامك بالوقت. انا التزمت وما قدمتش شكرا يعني نستمع بقى للاستاذ دكتور حنان يوسف، عميد كليه اللغه والاعلام في الاكاديميه في القريه الذكيه. تفضل يا دكتور حنان. شكرا دكتور اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. في البداية الشكر موصول لمعالي الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة لمشاركة الأكاديمية في معية أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وخالص التهاني بمناسبة نجاح هذا المؤتمر المتميز، وأهلا وسهلا بضيوف مصر الأفاضل في مصر أرض الكنانة، ويسمح لي معالي أن أنقل له خالص شكر وتقدير أسرة الأكاديمية الزميلات والزملاء في وزارة الأوقاف على حسن التعاون معنا حتى يعني نشارك معكم في هذا المؤتمر وبقية أوجه التعاون الأخرى. يعني أنا أريد أن أشارككم في بعض الملاحظات، وهي الحقيقة دراسة مسحية كمية كيفية تشرفت بأن أشاركها مع طالباتي وطلابي في كلية اللغة والإعلام بفرع القرية الذكية، وقدمنا نموذجا لاستراتيجية إعلامية رقمية عن كيفية تصحيح صورة الإسلام في الإعلام الرقمي، خاصة بعد ما حدث من أزمة حرق المصحف الشريف في إحدى الدول الأوروبية. يعني اهتم الطلاب بهذا الحدث، وهو جزء من عنوان هذه الجلسة في هذا المؤتمر الهام تحت عنوان الرؤية الأكاديمية
في مسألة تجديد الخطاب الديني والاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، والتي نتشرف بها تحت رئاسة أستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بأن نشارككم في رؤيانا في هذا الأمر، لأن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كما تفضل سيادته هي معنية بمسألة مهمة، وهي بناء الإنسان، بناء الطلاب، وهي ذاتها نفس فكر فخامة السيد الرئيس الجمهورية، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما دعا إلى بناء الإنسان، باعتبار أن بناء الإنسان هي الركيزة الحقيقية نحو الإصلاح والتنمية والبناء. ومن هنا فأن الطالب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هو عنصر أساسي في صناعة التغيير وصناعة التنمية والتطوير، وهو ذات الرؤية الأكاديمية التي نتحدث منها ولها وعليها. فكان مهم إشراك طلابنا في هذا البحث الذي يعني الحقيقة هو مكون من أكثر من 70 صفحة، فسأحاول أن أشارككم في بعض الملاحظات وبعض المشاركات بها، وأعتقد أن البحث كاملا موجود لدى إدارة المؤتمر، وسأكون سعيدة إذا تلقيت بعض الانطباعات وبعض الملاحظات سلبا أو إيجابا حول دراسة الطلاب أولا ودراستي معهم ثانيا. الإعلام الرقمي، صورة الإسلام في الإعلام الرقمي والاستخدام الرشيد لمسألة الفضاء الإلكتروني. المنهج الذي المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي الوصفي الكمي، وتم الاعتماد على دراسة مسحية كمية أدرجت بدراسة تحليل مضمون لعدد من المضامين المقدمة حول ما قدم عن صورة الإسلام وتشويه صورة الإسلام في الإعلام الغربي. وجدنا أن هناك إشكالية في مسألة تشويه صورة الإسلام في الإعلام الغربي، هناك جزء غير واعي، وبالتالي علينا دور هنا في نشر الوعي، وهنا مسألة التربية الإعلامية، أن الطلاب لديهم مهارات التربية الإعلامية في الأكاديمية، يستطيعون أن يفرقوا ما بين السلب والإيجاب ويقدمون الاستراتيجية الجديدة المعتمدة كما تفضل سيادة رئيس الأكاديمية على اللغة، مخاطبة الجمهور المستهدف بلغته. وهنا فكرة الكلية لدينا التميز ما بين اللغة والإعلام، أن الإعلام يخاطب الرسالة بالبناء السليم، واللغة تخاطب الجمهور المستهدف بلغات متعددة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو ما شابه ذلك. اهتم الطلاب من خلال هذا الأمر بأن يبحثوا حول القضايا الجدلية التي تمس صورة الإسلام، ووجدنا أن هناك عدد من القضايا، منها على سبيل المثال مسألة حتى الحملة، يعني ربما مرت على حضراتكم الحملة اسمها، وهو اسم الطلاب، طلابنا يعني ربما يكونوا أشطر مني حتى في السوشيال ميديا وفي الفضاء الرقمي، وهم موجودين بالمناسبة وأنا أحييهم، ويعني موجودين في المؤتمر معنا وجاهزين لأي استفسار من حضراتكم. الحملة تحت اسم أنا مسلم، أيام مسلم، أنا مسلم وأنا مسلمة، قصد بها الطلاب أن يقدموا الصورة السامحة للإسلام، كيف يمكن أن نقدم صورة الإسلام الصحيح. ركزنا في القضايا التي ربما تثير جدل لدى العقلية الغربية، ومن على سبيل المثال قضية المرأة، يعني لدينا طبعا الإسلام الدين الحنيف يدعو إلى دعم المرأة واحترام المرأة، حتى في سورة الحجرات النص القرآني الكريم في الآية رقم 13، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. إذن المولى عز وجل لم يفرق ما بين الذكر والأنثى، وإنما فرق بيننا حسب العمل والتقوى والعمل الصالح، وبالتالي هذا الأمر لابد أن يظهر للإعلام الغربي في الفضاء الإلكتروني حتى نستطيع أن نصحح صورة الإسلام. مثلا قضية جدلية أخرى وهي قضية الرفق بالحيوان، النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام هو يسمى نبي الرحمة، ويعني السنة النبوية والنص القرآني هناك كثير من الأسانيد تؤكد على أن الإسلام هو دين التسامح والرحمة والمحبة والتعاطف، وامرأة دخلت النار لأنها حبستها، وذكر الهدهد والكلب في سورة الكهف، لدينا أشياء كثيرة جدا في القرآن الكريم تدعو إلى الرفق بالحيوان. أيضا اعتكف الطلاب على تقديم هذا المنتج من خلال مضامين إعلامية، ربما أتمنى أن تكون الصورة أنا بحرص ان انا اعرض الافكار علشان تكون بس يعني نمسك العصايه من النص زي ما بنقول. على اي حال يعني
يعني الاستراتيجيه لدي وقت يعني لان في فيديو صغير بنحب نشارك حضراتكم بيه. البحث كما يعني ذكرت لحضراتكم هو بحث مسحي يعتمد على تحليل المضمون، واحنا طبعا يعني بعد اذن معالي دكتور اسماعيل الاستراتيجيه الاعلاميه الرقميه لتصحيح صوره الاسلام في الاعلام الغربي والاستخدام الرشيد للفضاء الالكتروني من خلال مقرر التربيه الاعلاميه والذي يدرس في الاكاديميه لدينا يعني موجوده لدى الاكاديميه، فاذا يعني اذن لنا معالي ان نقدمها الى الزملاء في وزاره الاوقاف للاستفاده منها يعني سنتشرف طبعا بشكل كبير، لان الاستراتيجيه وهي اول استراتيجيه اعلاميه رقميه لتصحيح صوره الاسلام في الاعلام الرقمي نقابل بها ما يسمى بفكره الاسلاموفوبيا والرد على الشبهات السلبية التي تروج لصورة الإسلام وتحاول أن تقاود من صورة الإسلام، والإسلام هو دين التسامح ودين المحبة ودين الحضارة، ولكن ربما نكون نحن مقصرين في تقديم صورتنا كمسلمين بالشكل السليم وباللغة السليمة، وهنا يأتي دور الإعلام، ولذلك الإعلام هو دائما نتحدث في كل المجالات ويأتي دور الإعلام. كما ذكرت لحضراتكم النموذج التطبيقي عنوانه أنا مسلم، وبالمناسبة مع الوزير ده كل ده تصميم طلابنا، لأن طلابنا بيدرسوا طبعا الذكاء الاصطناعي والويب سايت، فكل التصميمات اللي حضراتكم شفتوها بالفيديو ده شغل طلابنا. استوصوا بالنساء خيرا كما ذكر رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وطبعا هذا الأمر بيظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني مترجم بلغتين، الطلاب قاموا بالترجمة بثلاث لغات بالمناسبة، اللغة الإنجليزية اللغة الأسبانية واللغة الفرنسية. أنا بكرر الشكر لهم مرة أخرى، الرسول الكريم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذه هي السلوغنز أو الشعارات التي قدمناها في الحملة، الإسلام دين المودة والرحمة والمرأة والذمة المالية. حتى كمان يعني الحقيقة أنا يعني مرة تانية أشكر طلابي لأنهم حينما بحثوا بسملة والمجموعة بحثوا أشياء دقيقة، أخواتي وأخواني، في اللبس الذي يحدث لصورة الإسلام، يعني يقال أن المرأة مثلا مقهورة في الإسلام، المرأة في الموضوع المادي، المرأة لها ذمة مالية مستقلة كما نعلمه حضراتكم يعني أساتذتنا، ولن أريد أن أطيل في المسألة، أخذ يا دكتور إسماعيل لو تزال لي حضرتك ممكن دقيقة واحدة معلش. طبعا هو في استراتيجية كاملة موجودة يعني بنطالب فيها بتقديم الخطاب الديني السمح وتقديم خطابات إعلامية واعية، رقمنة الخطاب الديني، كنت أتمنى أن أتحدث لأن هناك بحث كامل على رقمنة الخطاب الديني، ونحن في عام الدعوة الإلكترونية كما تفضل معالي الوزير وهي موجودة في الورقة، يعني إن كان هناك فيديو يعني ممكن نسمع نشوف الفيديو لو ممكن، وده جزء من حملة الطلبة اللي عملوها حملة أيام مسلم أنا مسلم أنا مسلمة، لو الفيديو جاهز نشوف بس يعني نص دقيقة منه علشان احنا عدينا الوقت. ممكن بلاي يا بنات بعد إذنكم. وده كان شيء محزن جدا بالنسبة لنا كمسلمين، يعني مثلا من ضمن الصور اللي واخدينها الغرب عن المسلمين إنهم إرهابيين، بتحصل كل يوم عمليات عنف واغتيال من جماعات إرهابية، تكفيريين وعصابات أصحاب شعارات دينية مضللة بيدعوا الجهاد في سبيل الله، ولكن الإرهاب لا دين له والإسلام بريء منه. الإسلام حقيقي بريء من أشباه البني أدمين اللي لا يفقهوا شيء عن دين الإسلام، ولكن احنا كمسلمين الاسلام علمنا اننا جينا الدنيا هنا علشان نكمل بعض ونساعد بعض ونرحم بعض، لان اصلا الاسلام دين الرحمة، مش علشان نتقاتل او نتحارب، لان كل ده خسائر لينا جميعا، فاحترامنا لنفسنا ولغيرنا فهو احترام لخلق الله. أما عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو شدد في الوصية بأهل الكتاب وتوعد لكل مخالف بسخط الله وعذابه، فقال صلى الله عليه وسلم من أذى دميا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بل رحمة لكل مفردات الطبيعة والكون. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
جزيلا، شكرا جزيلا، واشكركم، واشكر يعني سعاده رئيس الجلسه على يعني الصبر في الوقت، ونسال الله التوفيق لنا ولكم لما فيها خير الاسلام والمسلمين والامه جماعة. شكرا جزيلا. شكرا استاذ دكتور حنان يوسف. طبعا يعني الدكتور حنان اتكلمت عن برضه عن يعني الشباب واهتمام الدوله بالشباب واهتمام، وده اعتقد يعني لو بصينا على محاور الخطط التنميه والخطط والرؤى في دولنا العربيه كلها فعلا بتقوم على بناء الانسان، واحنا كاكاديميه اكيد لازم نكون في نفس الالايند مع خطط الدول العربيه. انا عايز اقول بس ان الاكاديميه يعني ابن من ابناء كليه اللغه والاعلام في القريه الذكيه فاز هذا العام بجائزه الدوله التشجيعيه في الفيلم التصويري، فيلم وثائقي. فيعني كنت طالب او تلميذ لسه في الجامعه او في الاكاديميه يفوز بجائزه دوله تشجيعيه، دي اول مره في تاريخ مصر ان طالب في جامعه يفوز بجائزه دوله تشجيعيه. كلنا عارفين الجائزه دي بيفوز بيها ناس يعني سنهم كبير وخبراتهم كبيره، فده يورينا قد ايه اهتمامنا بالعنصر البشري. عايز اقول ان احنا فعلا مهتمين جدا بالعنصر البشري. انا عايز اقول لو مصر الحمد لله فضل ربنا لاول مره بتفوز بست ميداليات في الرياضه في اولمبياد طوكيو 2020 اللي اقيم في يوليو 21، ست ميداليات خدوا شباب مصر من كل جامعات مصر في طوكيو، ثلاثه منهم حصدهم ابناء الاكاديميه العربيه. ده يورينا قد ايه الاكاديميه مهتميه بالشباب علما ورياضه ومسؤوليه مجتمعيه. كل برضه بالنسبه اشارت للموضوع الجندر، يعني حتى يعني الحمد لله يعني ما اعرفش في زي ما معالي المهندسه غدا بتلفت نظري بتقول لي الجندر المنصه اللي تم اختيارها في الجلسه دي الجندر يعني واضح ان هو يعني حتى يعني بنطالب احنا بالايكواليتي ان شاء الله يعني يعني نعقب في نهايه الجلسه. الدكتور محمد النشار، بتسمح لي احنا معانا البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد استاذ الاعلام الدولي رئيس اللجنه الاعلاميه باتحاد علماء افريقيا مدير المركز النيجيري للبحوث العربيه بنيجيريا عضو اللجنه العلميه لمعجم مصطلحات الارهاب والتطرف بالتحالف العسكري الاسلامي الدولي، عضو الامانه العامه للمجلس الاعلى للمجتمعات المسلحه في ابو ظبي. فاعتقد يعني الدكتور الخضر عشان حتى يعني ايه ما يبقاش الاكاديميه على الايند على طول كده، خلينا نستمع للبروفيسور الخضر عبد الباقي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، شكرا لمعالي رئيس الجلسه الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار، واسمحوا لي ان اعرض عن عميق الشكر والتقدير لجمهوريه مصر العربيه بفخامه قياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر وعين الشكر لوزاره الاوقاف المصريه بقياده معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد المختار جمعه على هذا الجهد الرصين الذي تقدمه هذه الوزاره بخطى واثقه ومدروسة من معاليه. ونقول لمعاليه كما يصدق فيه بيت الشعر القائل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. الوزارة بهذه الخدمات وبهذه الجهود الكبيرة التي تقدمها في خدمة الإسلام والمسلمين وبصورة وبشكل مستنير يعني وبصورة عصرية يعني يسجل في تاريخكم معالي الوزير. الورقة المقدمة بعنوان المحددات الضابطة للممارسات الاتصالية عبر الفضاء الإلكتروني، أنا سأقدم خلاصة أو خلاصة الورقة. طبعا كلكم علماء ومنكم استفدنا حسنه ونظامه. تناولت هذه الورقة العلمية موضوع المحددات الضابطة للممارسات الاتصالية عبر الفضاء الإلكتروني على ضوء مقاصد الشريعة، وتكونت الورقة من مقدمة ومحورين رئيسيين. خصص المحور الأول في هذه الورقة للحديث عن الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وأهمية تناول
موضوع الفضاء الإلكتروني بالمقاربة المنهجية المقاصدية في الفقه. وفي المحور الثاني أبرز المحور الثاني أهم الضوابط التي يمكن استخدامها للضبط أو للترشيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي منطلقة من منهجية الفقه المقاصدي في مقاربتها لهذا الموضوع ولأبعاده المتشعبة المتشظية عبر نظرات متفحصة من حيث تكييف هذه الظاهرة الإنسانية الجديدة اجتماعيا ومن ثم القيام بالتنزيل أحكامها فقهيا مستخدمة أدواتها المقننة الضابطة للمقاصد والمصالح من حيث المراتب وحدود الاعتبار مع استشراف المنظورات المستقبلية لمآلات تلك الظاهرة والتأثيرات الناجمة عن استخدامات تلك المنصات. وبعد الدراسة الفاحصة المتعددة توصلت هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها أن الفضاء الإلكتروني يعد ظاهرة من أكبر التحولات المعاصرة تأثيرا على واقع الحياة الإنسانية والمتحكمة في خيارات الفرد وقراراته الخاصة والعامة بما فيها شؤون الدين والعبادة. ثانيا، يتوفر الفضاء الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التقنية الحديثة التي تعد أكبر الروافد والمصادر الأفكار والمعلومات التي تشكل العقليات والمعتقدات في العصر الحديث والتي تنازع هنا الخطورة والتي تنازع المؤسسات التقليدية لصناعة الفكر والتنشئة مثل المسجد والمدرسة والأسرة. ثالثا، تعد ظاهرة الانكشاف والضعف المجتمعي من الانعكاسات الناجمة عن التعرض للتواصل الاجتماعي ولشبكاته عبر هذا الفضاء. رابعا، بما أن المقاصد الشرعية في الأساس تقوم على حفظ المصالح التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الأرض وكذلك حفظ المال والممتلكات، وبما أن هذه الأصول الخمسة هي عين المصلحة التي جاء الشرع لصونها وحمايتها، علاوة على أن هناك ثلاث مراتب للمصالح الداخلة في الأهمية والاعتبار الشرعي، فهي الضروريات والحاجيات والتحسينات. وبالنظر إلى الواقع المعاشي اليوم وإلى التطورات المتلاحقة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، فقد تحتم التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ووسائلها المتعددة لتصبح هذه المنصات وهذا الفضاء جزء من الحياة اليومية للناس، والتي تكون من الصعوبة بمكان الانفكاك أو التخلي عنه. وعلى هذا الأساس احتلت منصات التواصل الاجتماعي مكانة الضروريات والتي لا تستقيم حياة الأفراد إلا بها. خامسا، إن المسلمين مطالبون بالعمل على إصلاح وصلاح أمور الدنيا والآخرة والسعي إلى درء كل مفسدة عنها وجلب كل مصلحة له بالاهتمام بالضروريات وصونها حفاظا على المقاصد الكلية العامة للدين. فبالتالي فإن استخدام منصات التواصل الاجتماعي والانخراط في فضائه يصبح ضروريا بل فرضا على الأمة لتحقيق فريضة الدعوة والتبليغ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولتصحيح المسار واتجاهات الخطاب الذي نسميه عندنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قوله تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس. سادسا، إن مهمة الضبط الممارسات واتجاهات الخطاب عبر منصات التواصل الاجتماعي يرتبط بالأمن المجتمعي العام للبشرية وباستقراره للترشيد الممارسات المنتشرة في نشر المعلومات والأخبار وتناقلها عبر تلك المنصات سواء بغرض الإنكار أو الإشاعة أو الإساءة. سابعا،
طرحت الورقة منظورين على الدراسات الشرعية في مقاربتها للفضاء الإلكتروني والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. أولا، المنظور الأول أن يتصدى أو يهتم العلماء والباحثون في العلوم الشرعية من العلماء والمفتين وطلبة العلم بالاهتمام بالأحكام المتعلقة بالفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها وسائط أو وسائل للاتصال كوسيلة. المنظور الثاني، أطرح هذا المنظور للبحث في العلوم الشرعية. المنظور الثاني الاهتمام بالبحوث والدراسات للأحكام الشرعية المتعلقة بالاستخدامات المتعددة للفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وأخيرا، الفضاء الإلكتروني خرج عن السيطرة، والضبط الفضاء الإلكتروني ليس بالإمكان إلا إذا تمكننا من ضبط عدد سكان كوكب الأرض. هنا المستحيل حتى يلجأ الجمل في سم الخياط. فبالتالي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كل جله كما يقولون. أعتقد أن وزارة الأوقاف أحسنت صنعا بالمقاربة الدينية للخطاب، ضبط الخطاب الديني، بما أن المعنيين بالخطاب الديني معدودون، ناس محددين ليسوا على عدد سكان كوكب الأرض. فبالتالي أن هناك الأزهر أو الجهات المعنية بالخطاب الديني يمكن من خلال الضبط المدخلات من خلال تلك المؤسسات أن تضبط أو يضبط الخطاب الديني، لأننا باستطاعتنا أن يكون هناك تأهيل وتدريب ومراقبة وإلى آخره للجهات المسؤولة عن تخريج المسؤولين عن الخطاب الديني على مستوى الدولة الوطنية جمهورية مصر العربية، ويقتدي بها المسلمون والدول الإسلامية الأخرى. أقول ما تسمعون أو ما سمعتم، وأترك ما كتبت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني. والسلام عليكم. شكرا جزيلا بروفيسور الخضر. طبعا أكيد يعني تحدي كبير. بشكر حضرتك على يعني فعلا إيضاحه في الكونكلوجن، يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلا يعني طبعا أكيد تشبيه بليغ، بس أكيد يعني هو طبعا الفضاء متاح للجميع وصعب السيطرة عليه، حتى يعني التشريعات ما توصلش. التشريعات هي كود اوف إيثكس، كود اوف كوندكت، الاتحاد الأوروبي حتى بيعمل كده حاليا. فيعني هو كود الأخلاق، أخلاقيات، والناس طبعا أكيد في ناس لا تلتزم وهناك من يلتزم. فأنا يعني ما أعرفش برضو قد يكون أحد الأفكار يعني الفراغ مليء بأكيد في حاجات كتير كويسة إيجابية وهناك السلبيات، لكن هل ممكن يكون هناك في لحظة من اللحظات زي مشروع قومي للمحتوى الرقمي لصحيح الدين الإسلامي؟ هل ممكن يكون في مبادرة تتبنى ذلك؟ يعني أنا زي ما كنت أشرت في حديثي في المقدمة، أن هناك في أسبانيا يعني هي المحتوى الرقمي مصدر للثروة، مصدر دخل، مكون اقتصادي في الجي دي بي. فهل ممكن نتبنى مشروع يعني في تشات جي بي تي كانوا استغلوا شباب في أفريقيا بمبلغ بسيط $100 عشان يدخلوا المحتوى اللي احنا كلنا بنقدر نستغله النهاردة ونطلع منه ده المخرجات البحث، صحيح منها ما هو سليم ومنها ما هو غير سليم، لكن هنوصل في لحظة من اللحظات بدل ما ندع الفرصة لحد يسيطر عليه. فممكن احنا هل ممكن نطلق مبادرة؟ والشباب كتير ما شاء الله في أمتنا العربية وفي الأمة الإسلامية، فهل ممكن يكون في مبادرة مثل ذلك؟ يعني ده برضو تساؤل أنا بطرحه، عشان برضو موضوع لفتت لي معالي المهندسة غادة لبيب موضوع الجندر. خلوني أروح للأستاذ دكتور محمد النشار، وبعد ما نستمع للدكتورة عبير رفقي، عشان بروفيسور الخضر ثم دكتور عبير ثم نختتم بالدكتور محمد النشار. دكتور عبير اتفضل.
ألف شكر معالي رئيس الأكاديمية أستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وألف شكر السيد معالي وزير الأوقاف دكتور عبير. معلش أنا هاجي عليك شوية في الوقت، دكتور محمد عشان نحاول نلتزم الساعة 11 ننهي الجلسة إن شاء الله على خير. بإذن الله بإذن الله. الحقيقة أنا اشتركت في هذه الورقة البحثية مع إحدى الواعظات بالأوقاف، وكان لي الشرف برضو أضافت إلى معرفتي معلومات قيمة، وكتبنا الورقة البحثية بعنوان الاستخدام الغير رشيد للفضاء الإلكتروني وتصحيح المسار لتجديد الخطاب الإعلامي والإلكتروني. الورقة بتتناول 5 محاور. المحور الأول هو المدخل نحو تجديد الخطاب الإعلامي والإلكتروني، والثاني هو الدور التطبيقي للخطاب الإعلامي في مواجهة الفكر المتطرف بالمجتمع المصري. المحور الثالث هو الدور التطبيقي لوسائل الإعلام الاجتماعي لتجديد الخطاب الإعلامي والإلكتروني، والرابع هو المدخل الاستراتيجي للتعامل مع هذه الوسائل، والأخير هي النتائج المتوقعة تحقيقها عند تجديد الخطاب الإعلامي والإلكتروني. طبعا تكرر كلام الأساتذة العظام على ثورة الإعلام وتعدد وتنوع وسائله ومنابره وظهور الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي وتراجع المفاهيم التقليدية، فبالتالي أصبح حريا على الجميع أنه يبقى التجاوب مع متغيرات العصر وأدواته من خلال إعداد خطة إعلامية يشارك في صياغتها الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات. هذه الخطة بتنطلق من تشخيص الخطاب الإعلامي أولا بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك النظر إلى ما يكتب على شاشات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وصولا إلى صياغة الأهداف المراد تحقيقها. هذه الخطة بتعمد إلى نشر أفكار الوسطية والفكر المعتدل، بيان شذوذ الفكر المتطرف وأثره السلبي على المجتمع، نشر المعاني والمثل العليا والقيم الأصيلة الراسخة التي يتحلى بها المجتمع المصري، مع تعزيز ثقافة الحوار ونشر الوعي لدى الشباب حتى لا يصبحوا لقمة سائغة للأفكار المريضة والمتطرفة. لما نيجي نتكلم على المحور الإعلامي وأهمية الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف، نجد أن الإعلام هو أحد الوسائل الأساسية في الزودة عن الإسلام والدفاع عنه ورد المعتدين الذين خلت لهم الساحة لفترات طويلة، وطبعا كان تدخلهم أتاح الفرصة لهم في تشويه صورة الإسلام والمسلمين في كافة دول العالم، وبالتالي نحن في حاجة إلى إعادة صياغة أسس العمل الإعلامي والدعوة إلى الوسطية كمنهجا وسلوكا، وبيان هذا السلوك على الشباب اللي هم عماد الأمة. وأكيد في ظل المتغيرات التي تشهدها الأمة ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح حريا بمؤسسات الدولة أن ترى ما يكتب الشباب وما يعرضوه من أفكار على هذه المنصات، وأعتقد هذا الشباب بيلعبوا دور هام عند اتخاذ القرارات في الوقت الحالي في على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بنجد ان المحور الثاني ان احنا يعني بننصح بانشاء ان يبقى في دايما في قنوات اعلاميه بتتحدث بالعديد من اللغات حتى تخاطب دول العالم المختلفه، وهذه الخطه الاعلاميه والسياسه الاعلاميه بتعتمد على شراكه العديد من المؤسسات لتوحيد الخطاب الاعلامي بين جميع الاطراف، والسعي نبقى عندنا صياغه ميثاق اعلامي معتدل يختص بالمحافظة على الأطر العامة للمجتمع المصري وفقا لمعتقداته الدينية والعادات والتقاليد الراسخة بالمجتمع المصري. أيضا لابد من وضع الضوابط الشرعية والتربوية اللازمة لما يعرض بالقنوات الفضائية سواء الرسمية أو المحلية والمسرح والتلفزيون والسينما، وبرضو تفعيل بعض الضوابط حتى لا يتواخى المدعي العلم ومدعي الفتاوى لبث أكاذيبهم التي قد يلجأ إليها بعض الشباب لأنها تناسب أهوائهم. ولأن وسائل التواصل الاجتماعي طبعا أصبحت ركنا أساسيا في الممارسات اليومية لكافة الفئات وأصبحت جزءا أصيلا في حياة العديد من الأفراد والمؤسسات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالتالي كان لابد من وجود منابر إلكترونية يقوم بها الوعاظ والأئمة للوزارة، وجدت فيه العديد من المعلومات الهامة والقيمة والعديد من الرد على الشائعات المغرضة. وطبعا بنجد ان الوعاظ والأئمة والوعظات اصبح لهم ليس فقط دور هام في المساجد والوزارة حاضرة بقوة داخل المساجد، لكن ايضا اصبحت هناك المنابر الإلكترونية لهؤلاء الوعاظ والوعظات.
واحنا دايما بنجاوب على الاسئله لازم ننظر كده الى بعض الاسئله نحاول الاجابه عليها ونشوف هل الشباب عندنا هل هم فعلا بيلجأوا الى هذه المواقع الالكترونيه، هل هم بيلجأوا الى صفحات الازهر الشريف ووزاره الاوقاف لمعرفه تعليم دينهم الحنيف، ام ينبهرون بالمواقع الاخرى التي قد تساعد على اكتذابهم بالباطل، هل يبحثون عن الشيخ ذو العمامة أم يرغبون في تغيير صورة الوعاظ والأئمة، وهل هم يقبلون على تعليم دينهم الحنيف أم أنهم لا يقبلون عليه طالما لا يناسب أهوائهم. وكما قال الأساتذة الأجلاء أن الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعا تعيش فيه المجتمعات المختلفة، وبالتالي لا يمكن أن تترك هذه الوسائل دون رقابة، ولكن طبعا هذه الرقابة لا يجب أن توضع في إطار كبت الحريات، ولكن يجب أن ما يذكر بها أن يكون مناسبا مع الشرع والدين. من بعض التوصيات أنه يبقى فيه مثلا إنشاء المجلس الأعلى للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تحديد الأطراف المعنية بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل هيئة أو مؤسسة يبقى فيها إدارة بتهتم بما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي والرد عليه وتوجيهه لو كان في فكر خاطئ أو افتراء على ديننا الحنيف. كذلك يجب أن نعمل حصر كامل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفهم تصنيفا جيدا وتحليل آرائهم أولا بأول والرد عليها ورصد ردود أفعالهم والتعامل مع هذا الأمر بمنتهى المهنية والحرفية. وأخيراً بشكر سعادتكم وأشكر تحت الفرصة لي للتواجد في مثل هذا المؤتمر، وأشكر سعادتك معالي وزير الأوقاف، وأشكر سعادتك دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية. شكراً أستاذ الدكتور عبير رفقي عميد كرة الأعلام بالمقر الرئيسي بالأسكندرية، شكراً لحضرتك. وعندكم كنز طلبة الشباب بيعملوا مشروعات تخرج كتير، بيعملوا مشروعات كتير في أثناء دراستهم، فأتمنى يعني أعتقد أن ده يعني وجودنا النهاردة ده دعوة لينا احنا كأكاديمية وكمجتمع الأكاديمية بشكل عام، ليه علينا دور مهم، لأن الجامعات هي تقاس يعني فعلا يعني تقدمها بالإمباكت أو بالأثر اللي بتتركه في المجتمع، فده مطلوب مننا، ده واجب علينا ومسؤولية علينا كجامعة. فده أنا توصية بأوصيكم بها هو كعمداء للكلية اللغة والإعلام. خليني أستمع للأستاذ دكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام في المقر الرئيسي في مصر في مصر الجديدة بالقاهرة. تفضل. السلام عليكم. طبعا برحب بمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرحب وخالص شكر وتقدير لسيادته، وخالص شكر وتقدير للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في ضوء اهتمامي في إحدى تخصصاتي اللغوية والإعلامية بالخطاب الإرهابي، خطاب الجماعات الإرهابية، واقتراح خطاب مضاد يبعد الشباب وبسطاء الشباب عن الإرهاب والتزامه بالدين الوسطي. يأتي هذا البحث المعنون استعادة الثقة الرقمية، استراتيجيات مكافحة الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني. وجدنا من خلال استبيان قمنا به أن الثقة الرقمية، الثقة في المحتوى الرقمي بتضمحل إلى حد كبير جدا، فكان في بعض التحديات وكان في بعض التحديات التي تواجه المحتوى الرقمي، بإضافة لاقتراح 5 استراتيجيات سريعا ممكن أعرضهم على حضراتكم. التحديات طبعا الخطاب الديني غير الموضوعي وأثره على المجتمع، ترويج الأفكار الكاذبة والمعلومات الكاذبة واستخدامات التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية لترويج الأفكار المتطرفة. الاستراتيجيات المقترحة في هذا البحث هم 5 استراتيجيات. أولا تعزيز مهارات القراءة النقدية والتحليلية، وهذا هو يمكن الركن الركين في ما يأتي من الاستراتيجيات المقترحة الأخرى. تعزيز دور الريادي للمؤسسات الدينية من خلال طبعا البرامج التدريبية وتوفير محتوى موثوق به وتقديم النشاطات الرقمية والمتابعة والإشراف والتعاون مع مؤسسات الإعلام والإشراف على التفسير. ثالثا تعزيز دور التثقيفي للمدارس والجامعات من خلال طبعا تقوية المهارات البحثية والتركيز على التفكير النقدي والتواصل مع المجتمع، استخدام التكنولوجيا. رابعا تعزيز دور وسائل الإعلام من خلال طبعا تشجيع الإعلام على تقديم محتوى ديني متوازن وموثوق فيه
من للحد من الانحياز والتطرف وتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية. خامسا كان في تعزيز الدور التنظيمي والقانوني للحكومات وتقديم تطبيقات التشريعات التي تحظر المواقع والمنصات التي تقدم وتبث سمومها وتقدم تفسير سيء ومشوه عن الدين الإسلامي الوسطي. يمكن عملنا طبعا استبيان من خلال برنامج سيفي مونكي، كان استبيان عن اجتمع يضم 500 مستجيب في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسوان ودمياط، 5 محافظات. يمكن في 3 charts عملنا طبعا مستويات الثقة، أولا استخدام الرقم الخطاب الديني، مستويات الثقة في المعلومات الدينية عبر الإنترنت. كان طبعا المعظم كان بيقول الحصول على معلومات دينية خاطئة على الإنترنت يمكن تجاوز النسبة 96%، وده طبعا يبقى فيه طبعا مشكلة في الثقة الرقمية، ثقة الجماهير الثقة الرقمية. ولكن على الجانب الآخر فإن المصادر محل الثقة للمعلومات الدينية جاء الأزهر الشريف طبعا بنسبة 96% متصدرا جميع المواقع أو المكونات الأخرى. طبعا يأتي بعد ذلك الأئمة والدروس الدينية، ويأتي بعد ذلك الأصدقاء والعائلة، ثم المواقع الفتوى الإلكترونية. يمكن ثالثا وأخيرا مصادر المعلومات الدينية محل الثقة في الفضاء الإلكتروني يأتي أيضا المواقع الدينية الرسمية بمختلفها، الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الفتوى، مواقع دينية غير رسمية، وطبعا يأتي بعد ذلك اليوتيوب وتطبيقات الهاتف. وطبعا بيبقى فيه طبعا في كيو ار كود، كان في 17 سؤال يعني كانوا مطروحين في الاستبيان. بشكر حضراتكم جدا، والف شكر لحضراتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا دكتور محمد، يعني على يعني المعلومات المتميزة والإحصائيات، وده شيء بيبقى مهم جدا في الأبحاث العلمية. بشكر حضرتك يعني حقيقي. يعني طبعا لما أنت بتقول الدور الريادي للمساجد، أعتقد استمعنا بالأمس للكلمة في الجلسة الافتتاحية لمعالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ربنا يحفظه، لما أبدأ سعادته بما شاهده في المسجد عمرو بن العاص، وتمنياته أن ده يكون فعلا هو موجود في باقي المساجد، ان يكون مسجد فعلا مكان ريادي فعلا للشباب، ويحفظ الشباب ويكون ملاذ ومأوى لهم من الفضاء الفراغ والفضاء الالكتروني. شكرا دكتور محمد. طبعا بنشكر معالي الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على انه ادانا الدقائق، يعني 10 دقائق فوق الوقت المخصص لنا، يعني شكرا جزيلا. واتمنى يعني اعتقد جلسه يعني قد تكون مختلفه، نستمع لراي معالي الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف في هذه الجلسه، ولو يعني اكيد له تعقيب على الجلسه فبعد اذنك معالي الوزير. شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد. بداية كل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والسادة الأساتذة، وسيادة معالي الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والسادة عمداء الكليات والأساتذة والمنصة الكريمة. الحقيقة هذه زي ما قلت جلسة متميزة، واليوم زي ما ذكرت أمس كان الشق الديني، اليوم كل الجلسات تقريبا في الشق التقني والفني. عقب هذه الجلسة مباشرة بإذن الله ستبدأ جلسة الرؤية الإعلامية، وهناك جلسة اليوم مخصصة للذكاء الاصطناعي مع مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي. هل احنا بنستفيد؟ وحقيقة أنا شخصيا استفدت كثيرا جدا من هذه الجلسة، وبخلص ان احنا يجب ان نعمل معا، حقيقي يجب أن نعمل معا. وحد من السادة الأساتذة قال نحن نتكامل، حقيقي يجب أن نتكامل. وكان في فجوة قديما الحمد لله إلى حد كبير استطعنا أن نذيب هذه الفجوة أو نقدم هذه الهوة إلى حد كبير. كان هناك إشكالية كبيرة ما
ما بين يعني نقول دارسي او علماء الدين او الائمه او الخطباء او المحسوبين على خطاب الدين البحت، وبين يعني عامه المثقفين. كانت النظره يعني تراشقيه الى حد كبير، وظهر ده في عقود سابقه. كان بعض علماء الدين ممن لم يستوعبوا الابعاد الثقافيه كانوا غالبا ينظرون الى غيرهم على انهم ليسوا في درجه حرصهم على الدين على اقل تقدير، ينظرون نحن حماة الدين، نحن الذين نحمي الدين، نحن الاولى بالدفاع عن الدين، نحن فقط من يخدم الدين، ونظراتهم الى الاخرين فيها شيء من التربص او فيها شيء من عدم الارتياح ان دول لا يمكن او ان دول ليسوا مثلنا في الاهتمام بالدين، او بالعكس كانت النظر على انهم قد يكونون ضد الدين. الجانب الاخر كانت النظره من غير علماء الدين في الغالب الاعم الى بعض رجال الدين، وكان زي ما قالت دكتوره في المشهد الاعلامي على ان دي يعني ناس عايشين في عصور مضت، وان لا يمكن ان يواكبوا العصر ولا ان يتعاملوا معه ولا ان ينجحوا في مسيره العصر. بفضل الله قدرنا من خلال العمل معا مع كل المؤسسات الثقافيه، ويمكن زي ما ذكرت امس لاول مره في تاريخنا المصري ان يكون فيه 180 اصدار بتطبعهم وزاره الثقافه في الخطاب الديني من اصدارات وزاره الاوقاف. فده يعني ثقه متبادله بين الطرفين، احنا في وزاره الثقافه والثقافه ثقه في المحتوى. الحقيقه يمكن حاولنا نكسر بعض التابوهات الثابته. الحقيقه كان دايما انا كنت اقول لما يجي الناس يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الامام راس يشاور للناس يقول انا، ولما يقول من سلك يجي من سلك طريقا يلتمس فيه علما نحن ويحصل علم فقط في العلم الديني. وقلنا كل ما جاء في شان العلم، كل ما جاء في شان العلم في القران والسنه، كل ما جاء من ايات او احاديث جاءت في مطلق العلم النافع. يعني ما جاتش في العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، مطلق العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جاءت كلمه علما نجا. وطرحنا في معادلات كثيره ايهما افضل، تعلم الفقه او تعلم الطب، تعلم التفسير او تعلم الهندسه، تعلم الحديث او تعلم الفيزياء. قلنا الاولويه لما تحتاجه الامه، فاذا كانت الامه مليئه بالعلماء والمفسرين والفقهاء فالاولويه والصواب الاعظم يكون لتعلم الطب والهندسه والكيمياء، واذا كانت الامه مليئه بالاطباء والمهندسين حيث تكون الحاجه يكون الصواب العظيم. وكنت حقيقه في احدى كليات التربيه اشرف على بعض الطلاب في غير اختصاصي في الفيزياء والكيمياء ببعد تربوي، فكان بعض الطلاب بحماسه دينيه يدخل كل طالب الفيزياء يشرح الدين، وطالب الكيمياء يشرح الدين، وطالب اللغه انت فاكر ان انت كده بتخدم دينك، انت بتضل دينك وتضل بلدك، لان انت هتخرج جيلا خاويا، وده اللي عايزه اعداء ان انت تقاومه بعيده عن كل تقدم علمي. فكنت اقول لاستاذ الفيزياء لو عايز تخدم دينك وبلدك علم الولاد فيزياء كويس، لو عايز استاذ الكيمياء لو عايز تخدم دينك وبلدك علم الاولاد الكيمياء كويس، مدرس الرياضيات حتى لان الدين حصته اللغه العربيه لا حصتها كانت تفهم خاطئه لدى الشباب، لان لو كل واحد دخل كلامها سنين خرجنا جيلا خاويا في الجانب العلمي. كذلك في كل النقاط امس احنا قلنا ان قضايا التقنيات الحديثه من فروض الكفايات، فروض الكفايات التي انقام بها بعض الناس سقط الاسم عن الجميع وان لم ياخذ بها احد اسم الجميع. فبنأكد دايما ان مفهوم العلم اللي جاء في القران، كل الايات التي جاءت في القران الكريم وكل الاحاديث التي جاءت في السنه في جملتها تتجه نحو مطلق العلم النافع ايا كان هذا العلم. ودايما كنت اقول لو اللي عايز يخدم دينه يخدمه من خلال اختصاصه، انت طبيب اخدم دينك من خلال الطب، انت مهندس اخدم دينك من خلال الهندسه، ايا كانت هذه المهنه. فالحقيقه كان يجب ان نعمل نحن الحمد لله وصلنا، ويمكن كان ناتج الاعمال اللي اشرت اليها الدكتور حسن نتيجه هذا التجافي او هذه القطيعه اللي حتى كان في بعض ربما سابقا في بعض الاحاديث في بعض الخطا في بعض حتى الاحاديث نظرت كانت بعض المحسوبين على الدعوه نظره متوجسه الى المثقفين، نظره المثقفين الى رجال الدين كانت الصوره النمطيه في الغالب العام
السلبية الجزئية، ويمكن لو احنا جينا ندخل احنا الأعمال الفنية كلامنا يتخذ عليهم عصبية، لكن لما تيجي الدكتور عزبي أهل الاختصاص هم اللي ينقلوا الأعمال ويقولوا إن ده تصوير سلبي، يكون أجدى مليون مرة من أن يطلع حد من علماء الدين، لأن لو طلع حد من علماء الدين هو ده التخلف وهي ده الرجعية وعلى الله طول عمركم. لكن لما يجي النقد من متخصص إن الصورة دي صورة سلبية ويجب أن تصحح، يكون كلام له المصداقية العلمية من خبير الفني بيتكلم برؤية فنية إن التناول ليس تناولا منصفا. عشان الجلسة الثانية وهي أيضا أنا كنت أعرف إن أنا كان عندي استقبال لبعض السادة الضيوف طالبين مواعيد الساعة 11، أجلت نص ساعة لأن جلسة كانت ممتازة وما قدرتش أسيبها، وأستأذن الدكتور سامي معذرتك أنا هكون مضطر لأن في ميعاد مع اثنين من السادة الوزراء، فهكون مضطر بعد الجلسة لمقابلتين لأمور هامة للتعاون. إحنا عندنا تجربة وأنا أعرض عرض على الدكتور إسماعيل إن شاء الله، أنا واثق إنه هيسمع هيجتهد. إحنا صحيح بدنا تعاون بس عايزين نعمل. احنا كنا من دايما التدريب كان يكون ازهريا بحتا. احنا عملنا اتفاقيه مع وزاره الاتصالات ومركز الحاسب الالي في اكاديميه الاوقاف، المدربون والمعلمون والشهادات وحتى الاشراف على المركز لوزاره الاتصالات لا دخل على الاطلاق لاحد من الوزاره فيه، ويتم بالبدء من التدريب للحصول على الشهاده باشراف وزاره الاتصالات. ايضا مع تعلم اللغات مع مركز حاسب الالي يشرف عليه مركز اللغة يشرف عليه أساتذة اللغة، لدينا تقريبا أكثر من 60 إمام حصل إما على الدكتوراه أو الماجستير. أنا عديت فقط من حصل على الدكتوراه أو الماجستير أو اللي صار الصق لغات وترجمة قسم اللغة الإنجليزية التدريبية، دول كانوا أكثر من 57 إمام من حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية للغة الإنجليزية أو الماجستير أو الليسانس التدريبية فقط للنخبة المتميزة. وكذلك هناك نخبة في اللغة الفرنسية والألمانية، واحنا الآن يعني بنبص خطوة الجمعة تداولا تقريبا 19 لغة من طالب كتبنا الآن تقريبا أصدرنا خلال الأعوام الأخيرة أكثر من 100 ترجمة، وترجمنا معنا طوال عدة لغات. لكن عملنا نقطة مهمة جدا غير نمطية في التدريب، قلنا ننفتح على الجامعات المدنية الجامعات العامة كلها، فعقدنا بروتوكولات مع 23 جامعة. ليه؟ هو دايما الشباب كان متعود ان اللي هيتدرسه واللي يتدربه واللي يعينه لازم يبقى شيخ ازهري معمم، وهو ده فقط من ياخذ عنه مصدر المعرفه. احنا عشان نقص على هذا القطاع على الاقل في تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس والاعلام واللغه العربيه، احنا معظم طوائف اللغه العربيه مع الجامعات المدنيه ومع جامعه الازهر ايضا وكليه الاعلام جامعه الازهر، لكن عملنا مع كليه الاعلام جامعه القاهره قناه السويس وعدد كبير جدا. وقعنا 23 بروتوكول مع 23 جامعه بتقوم على امرين، الدورات التدريبيه، واحنا برضه بنعمل حاجه وسط وفق ظروفنا المتاحه يعني. بنقول ان الجامعه بتستضيف الطلاب وان الوزاره تتحمل بدلات المدربين. يعني الجامعه بتستضيف الطلاب مكانا وجامعه والاساتذه في الجامعه، لكن الوزاره بتتحمل بدل المحاضرين. وتقريبا عقدنا اكثر من 100 دوره في مختلف الجامعات المصريه في الاعلام وعلم النفس وعلم الاجتماع واللغه العربيه وحتى الثقافه الاسلاميه في بعض الاقسام. وده ادى الى حاجه كنت بتكلم مع الدكتور يوجيني عايز يعمل ايه شمس، قال بنص كده زي الطلاب زي الائمه ما استفادوا منا احنا استفدنا منهم. كانت استفاده متبادله. فاول ما دخل ولا استاذه ومعيدة بالدراسته واستاذة جامعية بدأ يفهم ان الناس زي ما سمعنا كده خياراتهم على الدين لا تقل عن خياراته على الدين، وان الناس بتخاف على دينها وتحب دينها وتغار عليه حتى لو اختلفنا في بعض التفاصيل، لكن اتأكد ان الناس زي ما بتحب دينه الناس اللي بتحب دينها وحريصة زي الدكتور ما قالت صورة الاسلام في الغرب، واحنا بنصحح هذه الصور وربما يصل اكثر من مقاصد الشيخ بالتقنيات الحديثة ربما يصل اكثر. بدأت الصورة الذهنية بتاع احنا فقط ويشاور على نفسه من سلك طريقا يلتمس في علما تتغير، لا ده في ناس ثانيه نتقبلها. لكن اهتمينا وحقيقه انا بشكر حقيقي هنا سياده الرئيس شخصيا لاهتمامه الدائم بموضوع الائمه ماديا وعلميا، واحنا امكن واكثر من مره نتحدث في مساله البحث العلمي. وكان الائمه عندنا لازم ناخد يعني في قانون الخدمه المدنيه
لازم ياخد دكتوراه في مجال تخصصه. فسالت الله يسال ياخد اي دكتوراه في اي تخصص هتدي له الضغط. انا عايز اخد دكتوراه في التفسير من عالم التفسير والجر، ياخد دكتوراه في علم النفس ودكتوراه في علم الاجتماع ودكتوراه في التربيه. وبدانا نطبق الحافز على كل من يحصل على الدكتوراه في اي تخصص. والسياده تصدق لينا في الاوقاف على امرين، ان احنا تقريبا الجهه الوحيده اللي بتدي حافز اضافي من موارد الذاتيه زائد حافز الخدمه المدنيه. وحتى في قانون الخدمه المدنيه هو بياخد حافز الدكتوراه لمره واحده في الاوقاف. كلما حصل على الدكتوراه او الماجستير، لو خد 20 ماجستير و20 دكتوراه يتكرر الحافز لتكرار الحصول على الشهاده. فاحنا الدكتور عملنا حاجتين، موضوع الدورات ودي الجهه بتستضيف الائمه وبنبعت المجموعه المتميزه ودول احنا بنتحمل بدء التدريب. الحاجه الثانيه عملنا اتفاقيه مع كل تقريبا 18 جامعه من 23 ان اي امام عايز يدرس دكتوراه او ماجستير في هذه الجامعه في التخصصات الحديثه في علم النفس او علم الاجتماع او التربيه او الاعلام، انا كنت بناقش حد من الائمه واخد الدكتوراه في القضايا في اللغه الانجليزيه في جامعه كامبريدج جامعه دمنهور، اثنين ماجستير ودكتوراه واخد رسالته باللغه الانجليزيه وعليه مشرف في جامعه اسكندريه مشرف في اللغه الانجليزيه ومشرف شرعي، اكثر من باحث اخذ في قضايا الترجمه وكان واخد تقريبا الالتفات باللغه الانجليزيه اكثر من امام. فالمهم احنا عملنا ايه؟ ان احنا بناخد النخبه المتميزه وبنمر الامتحان بالمناسبه احنا في اكاديميه الاوقاف اللي بيقبل عندنا بيمر بامتحانات اصعب من الدكتوراه، والله في ناس حاصلين على الدكتوراه وموجودين لما بيتقدم يلتحق في التدريب في الاكاديميه بيسقط، لان احنا حطينا مستويات متقدمه جدا 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 لمن يلتحق ببرامج حتى بمجرد الالتحاق باكاديميه الاوقاف للتدريب. ما بنقبلش اي حد عشان نعلو المستوى. فاحنا بنقدم نخبه لديها الاستعداد في مجال مثلا الاعلام في مجال لديها الاستعداد. احنا عم قرعين اتفاق ان الجهه اللي بنتعاقد معاها بتدينا تخفيض 50% والاوقاف بتدفع 50% والامام الدارس لا يدفع اي شيء بس بشرط واحد ان يستمر في النجاح. يعني يدخل سنه اولى نجح احنا الاثنين الجامعه بتخفض والاوامر تدفع، لو عصب احنا الاثنين بنرفع ايدينا ويدفع. طب لو حطينا له ما انتظمش بنخصم ده من غيره، لان لازم يكون جاد عشان يمدش ناخد الطالب يبقى جاد. لكن عاملين اتفاق الان مع 18 جامعه وفي ناس مسجلين في جامعه القاهره في مختلف الجامعات في تخصصات مختلفه، الجامعه بتقدم 50% والاوقات بتدفع 50%. احنا عندنا في تقريبا العام الماضي كان في مؤسسه واحده كان عندنا 1100 امام مسجلين دراسات عليا في جهه واحده، 1100 مسجلين في جهه واحده والاوقات بتتحمل يوم. بلغ عدد من الان من حصلوا على الدكتوراه والماجستير نحو 2000 والمسجلون بالدراسات العليا نحو 5000. واحنا مستعدين دكتور اسماعيل نعمل معاكم بروتوكول، انتوا تخفضوا لنا 50% واحنا هندفع بالاوقاف 50% ومش هيدخل الا اللي تقولوا اللي نعمل ليه اختبار مشترك يكون عنصر يعني ايه عنصر متميز التعليم يؤدي فيه. احنا مستعدين نجهز البروتوكول ونعمل ان شاء الله. انا بشكر معاليكم وبشكركم على الجلسه المتميزه جدا جدا جدا. وانا واثق حتى كنت بتكلم مع السيد علي هاشمي طبق الجميع باشر ان جلسه متميزه. ودي التنوع صغار التنوع، لابد ان يستمع بعضنا الى بعض وان يجلس بعضنا الى بعض وان نتكامل وان نعمل معا. وبلاش دايما يعني اخطر شيء واختم على سيدنا النبي انك تتبع حد في دينه او في اخلاقه او تتصدع في الاحكام. يقول كان رجلان متبخيين اي صاروا متصادقين ممن كانوا قبلكم من بني اسرائيل، فكان احدهما لا يزال صالحا والاخر لا يزال عاصيا، فكان الصالح او الطائع كلما التقى بالعاصي يقول له اما انا لك ان تقصر فيقول دعني وشاهد. الى هذا لا حرج حتى ضاق الطائع بالعاصي او هو عاصي حقيقه، فقال والله لن يرفع الله لك. وفي روايه لن يدخلك الله الجنه. وفي الدين والسيد ابن عباس مع الفقه والساده العلماء لا
لا يجوز الحكم على احد بالجد او الضاعه او الاطلاق. الجد او الضاعه ليست ملكا لاحد. ربما تحكم عليه دي تدعيله بالهدايه تدعوه، لكن تقول فلان ده من اهل الجنه وفلان ده من اهل النار، ليس لاحد من الخلق ان يصنف الناس جنه ونار، لان الامر بيد الله وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فامر الله بهما فقبضت ارواحهما. فقال لهذا الذي كان عاصيا: ادخل الجنه برحمتك. وقال للطائع: اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ خذوه الى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلم بكلمه اطبقت، اي اهلكت دنياه واخرته. ودائما من المبادئ اللي استثناها ان دور علماء الدين، علماء الدين دورهم البلاغ. ان عليك الا البلاغ، لا الهدايه ولا الحساب. الهدايه نوعان: هداية الإرشاد إلى التعليم ولكل قوم هاد، أما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحساب: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الحساب على ربنا.